بسم الله. بسم الله مبتدئي، والحمد لله مختتمي، ثم الصلاة من ربي ومن سندي، صاحب النيافة، نيافة الأنبا بضابة، أسقف نجا حمادي وتوابعها. المنصة الكريمة، الحضور الكرام، رجال الأمن، القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، رجال الدين الإسلامي والمسيحي على السواء، أنقل لحضراتكم أزف التهاني وأرقى العبارات من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ممثلة في وكيله بمحافظة قنا فضيلة الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا. بشأن ذلك العرس وهو تجليس نيافة الأنبا بضابة أسقفا لنجا حمادي وتوابعها، وإنني إذ أتحدث إلى حضراتكم يرتكز حديثي في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى لنيافتكم نيافة الأنبا بضابة. تعلمون نيافتكم أن فلسفة الدين وإن قامت على التنوع والاختلاف في العبادة وطريقة آدائها حسب الزمان والمكان، فإن ثمة مجموعة من القيم والأخلاق النبيلة الفاضلة تظل هي حجر الزاوية، وهي الأساس للتعايش السلمي بين أطياف المجتمع المصري كله، مسيحيهم ومسلميهم. ومن هنا، وإذ حملتم نيافتكم تلك الأمانة العظمى والمهمة الجسيمة التي تعلو فيها مصلحة الوطن ويعلو فيها الشأن العام على شأن الأفراد، وتعلو فيها المبادئ والقيم النبيلة من مبادئ الحق والعدالة والإخاء والتسامح والوفاء وحسن الجوار والكلمة الطيبة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة، تلك المهمة التي نسأل الله أن يعينكم عليها لتؤدونها على أكمل وجه غير نقصان. هذه المبادئ وتلك المثل العليا جاءت بها الأديان قاطبة، فمن خرج عنها فإنما خرج من إنسانيته وانسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة السوية التي فطر الله الناس عليها. نيافة الأنبا، إذ نهنئكم بتجليسكم على ذلك الكرسي، نقف بجواركم جنبا إلى جنب، إذ نعيش في وطن واحد وهو مصر، على أرض واحدة هي أرض مصر، تحت قيادة حكيمة واعية هي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وإذ جددنا العهد والبيعة له، آن لنا أن نسير خلف قيادته الحكيمة الرشيدة الواعية عوناً وسنداً لبعضنا البعض،
يؤازر الواحد منا أخاه، لا فرق بيننا بين لون أو جنس أو عرق أو فصيل. نيافة الأنبا، إذ نهنئكم بذلك الكرسي المبارك، نقف معكم جميعا رجال الدين الإسلامي المجتمع المصري بكافة أطيافه، لنقول: كونوا جميعا يا بني إذا انبرى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. وأخيرا أسوق لحضراتكم درة الأقوال، فلله در من قال: أرأيتنا والقبط إلا أمة لله واحدة نروم مراما. نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا القرآن. هذه دياركم وتلك ديارنا، متجاورين لنحيي الأيام. هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما. فبحق الموتى وواجب جمعهم، كونوا كما يقضي الجوار كراما. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. كل عام أنتم بخير.